طالب الجيش الإسرائيلي سكان 14 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والانتقال إلى شمال نهر الأولي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده أمس السبت أثناء القتال ضد حزب الله جنوبي لبنان. وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المعارك مع الحزب منذ بدء العملية البرية في 30 من سبتمبر إلى 36 جندياً. أفاد مراسل الحدث بسقوط 3 إصابات بهجوم مسيرة على مصنع للصناعات الجوية في كرمائيل بإسرائيل، فيما أظهرت صور حصلت عليها العربية والحدث المكان الذي سقطت فيه المسيرة قرب عكا. وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن إصابتين جراء الهجوم بالمسيرة على مبنى في عكا، فيما أعلن حزب الله استهداف شركة للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بالمسيرة. So, war so weiter.